بالنسبه للغيره تحلم يتفاعل رؤساء كل رؤساء دين بسرعه اي مشكله تعالى حتى يتفاعل فلهذا صار الكنيسه حسامات مع كل الناس فالذي يفرق بين الانكسار والتفرقه لازم نتجنبه ان ربنا قد يسلم الانجيل تعالي المسيح وان الكنيسه اللي تجنى لماذا نخاف لا نعطي مجال لاحد ان يفرقنا من بعضنا مهما كان حتى اذا كان رجل واليوم هم تجمعوا كمقصد ومعهم مكان واحد هذول على اساس رؤساء الكنائس كانوا مؤيدين للقرار من رئيس الجمهوريه واتمنى انه هي يكذبون هذا القرار لان ما اعتقد بينات الناس شرفاء بينات الناس اشتراهم ريان بفلوس هذول لازم يهجنوهم الكنيسه مؤمنين ايمان المسيح كل واحد ايمانه وقنع ما انتظر يجي الغفران وفترة الغفران والغفران يجي يحمي أن أذن الإيمان أنا صاحب الشرير أصبح كلامه وتعاليمه لكن ما عليه ثمن أو إذا حكي عن أخوي المسيح الفلان أو الطائفة الفلان أن الشيطان قال المسيح سمعت ما جبت الكلام عن الله جبنا اليوم غير لا نسمع الأقاويل والمناشير اللي تنكتب معكم للأسف مع كل الناس علينا بالفطنة والعقل حتى نعرف نعيش حياتنا مع أخوتنا إذا كان مرة على الكنيسة الفلانية أو الكنيسة الفلانية أو المذهب الفلاني أو الطائفة الفلانية واليوم هم تجمعوا كمقصد ومعهم مكان واحد هذول على اساس رؤساء الكنائس كانوا مؤيدين للقرار من رئيس الجمهوريه واتمنى انه هي يكذبون هذا القرار لان ما اعتقد بينات الناس شرفاء بينات الناس اشتراهم ريان بفلوس هذول لازم يهجنوهم الكنيسه